مشاهدي قناة ديسكو أمين تي في داخل المغرب وخارجها، رمضان الكريم، مرحبا. في إطار سلسلة برامجها التكوينية اختتمت الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية الدور التكويني المتخصص في دور العدول في الوساطة الأسرية لتدبير النزاعات تجارب دولية، وذلك في الفترة الممتدة من 20 مارس إلى 17 أبريل 2022 عبر التناظر المرئي، وذلك بمشاركة لفيف من المتخصصات والمتخصصين في العلوم القانونية وكوكبة من فقهاء العلوم الشرعية التوثيقية من المغرب، تونس وفلسطين. وتم تسيير جلسات الدورة من طرف الأساتذة هاجر زين العابدين الباحثة في العلوم القانونية. تناولت فعالية الدورة التكوينية أربعة مقاربات: المقاربة القانونية من تأطير الدكتورة نجاة المغراوي الباحثة في الوسائل البديلة لحل النزاعات ورئيسة الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية، والتي عرضت التجربة المغربية، تلاها الدكتور صلاح حمادة عبد الله الدين والذي عرض التجربة الفلسطينية، وأضافت الدكتورة رشيدة زبيدة المقاربة الاجتماعية وعرضها للتجربة ألمانية، بينما تطرق كل من الأساتذة فاطمة الصالحي والأستاذ رضوان بدلاوي العدلاني الموثقان باستئنافية الرباط وفاس المقاربة الشرعية التوثيقية. وهكذا اختتمت الدورة التكوينية أشغالها بمناقشة التقارير المقدمة من طرف المشاركات والمشاركين من طرف اللجنة المكلفة بتقييم التقارير، وأسدل الستار على فعالية الدورة التكوينية المتخصصة في دور العدول في الوساطة الأسرية لتدبير النزاعات تجارب دولية. للاشتراك في قناة ديسكو أمين تي في لا تنسوا الضغط على لايك أي جيم وتفعيل جرس ليصلكم الجديد، وشكرا.